مهم جدا نتعلم ننشن. يعني ايه نشن؟ يعني انا الكلمه بقت جوايا، الكلمه داخلي، انا عارف الكلمه بتقول ايه، شفت الموقف الفلاني انا بستخدم الكلمه وبقولها في الموقف المناسب. واحد عيان مريض، انا جوايا ايات الشفاء ومواعيد الشفاء جوايا، اروح ارسل الكلمه، يرسل كلماته فيشفيهم. فقلب العدو جاي بمرض، انا عندي الكلمه اللي تقف قدام المرض. في كبرياء، شايف اخويا في حاله كبرياء، في 33 آية في الكتاب المقدس أحارب بيها روح الكبرياء. شايفة جوزك متكبر؟ شايفة بيزعق؟ شايفة بياخد القرارات وكلمته سي السيد؟ تقفيش قدامه. كتاب بيقول على لوياثان اللي هو مكتوب عنه في أيوب 42 إنه أبو كل الكبرياء، وبيعلمنا إزاي نحارب الروح دي اللي هو التنين، الحيوان البحري مائي ومن أقوى الأرواح اللي موجودة واللي بتفشل الجواز واللي بتفشل البيت واللي بتقسم الكنايس وبتقسم المجتمعات وبتشن حروب وبتكسر عهد الإخوة، هي روح الكبرياء. في 33 آية مهدفة ضد الروح دي، نقف ونقولها ونأتي بالروح المضادة.